مساء الخير مشاهدينا الكرام، شهد طقس اليوم سحبا قليلة مع بعض الغيوم مساء بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، وقوية من 30 إلى 50 كيلومترا في الساعة قرب السواحل وبالجنوب. البحر كان مضطربا، ودرجات الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 27 درجة، نابل 26 درجة، سوسة 27 درجة، 32 درجة بالقيروان، صفاقس 28 درجة، وتوزر 36 درجة. التوقعات الجوية اليوم الاثنين: يكون الطقس مغيما بأغلب المناطق، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كم في الساعة، وتصل سرعتها إلى حدود 40 كم في الساعة قرب السواحل. أما البحر فيبقى مضطربا. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا تكون الأجواء مشمسة بالمناطق الشرقية مع سحب عابرة بكل من تونس والجزائر. درجات الحرارة تكون بالقاهرة 32 درجة، بنغازي 35 درجة، 36 درجة بطرابلس، الجزائر 21 درجة و24 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية تكون السماء صافية والشمس مشرقة بكامل البلدان مع سحب قليلة ببعض مناطق الجزيرة العربية. درجات الحرارة تكون بدبي 31 درجة، 32 درجة بالرياض، 37 درجة بمكة المكرمة، 32 درجة ببغداد، 29 درجة بدمشق، و40 درجة بالخرطوم. مروراً إلى القارة الأوروبية، حيث يكون الطقس كثيف السحب والسماء مغشاة بالغيوم في كامل البلدان مع بعض الأمطار بموسكو ولشبونة. أما درجات الحرارة تكون ببرشلونة 17 درجة، 12 درجة ببروكسل، 21 درجة ببوتابست، 27 درجة ببلغراد، 27 درجة كذلك بإسطنبول، و15 درجة بموسكو. وصولاً إلى شمال أمريكا، حيث تكون الأجواء مغيمة مع بعض الأمطار والعواصف الرعدية بشمال وجنوب القارة. أما درجات الحرارة تكون بواشنطن 28 درجة، نيويورك 26 درجة، 9 درجات بمونريال، 28 درجة بمكسيكو سيتي، و24 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: يكون الطقس قليل السحب عموماً، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة قرب السواحل والجنوب، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرباً، ودرجات الحرارة يوم الاثنين تكون بين 26 و 37 درجة، الثلاثاء بين 24 و 37 درجة، ويوم الأربعاء بين 25 و 37 درجة. غداً الاثنين 18 من أفريل يكون الشروق على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، والغروب في الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة. الآن وككل نهاية أسبوع نتابع فيديو ينقل أجواء الصيف ومتعة الغطس في مياه بحر قليبيا. شكراً مشاهدينا على المتابعة، ننتظر صوركم على إنستغرام التاسعة وتفاعلكم نهاية الأسبوع عبر مقاطع فيديو أينما كنتم. والآن عودة إلى بقية جولتنا الإخبارية. شكراً سونيا.